إما أن تقتل العدو وإما أن يقتل العدو إذنك. نو يا فيروتيل كيف؟ مارتا خبيرة في البحوث السريرية تبلغ من العمر 51 عاما، حملت السلاح للدفاع عن العاصمة الأوكرانية تاركة توأميها في المنزل، وليست وحدها التي فعلت ذلك. في مشهد لافت تزايد ظهور النساء بالسترات العسكرية، وتحدثت تقارير عن ارتفاع ملحوظ في عدد النساء الملتحقات بالجيش الأوكراني استعدادا للحرب من أجل حماية بلادهن وأطفالهن. فما هي القصة؟ أزمة الكعب العالي. قبل عام أشعلت صور لمجندات في الجيش الأوكراني وهن يرتدين الكعب العالي ويسرن بطريقة عسكرية في أثناء التدريبات استعداداً لاستعراض عسكري، ردود فعل متفاوتة. لم تمر الصور مرور الكرام حينما نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية، وإنما أثارت الكثير من الجدل، ودعت سياسيين لاتهام الجيش الأوكراني بالاستهزاء بالنساء، ودفعت آخرين للدفاع عن المجندات، فهن في نظرهم مثل الرجال يخاطرن بحياتهم ولا يستدعي الأمر السخرية. نواب بالبرلمان أعربوا عن صدمتهم من الصور، داعين وزير الدفاع آنذاك أندري تاران إلى تقديم اعتذار، وفق ما ذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية. النساء الأوكرانيات يعملن في الجيش منذ عام 1993 ويقمن بمهام قتالية. كما ذكرت التقارير أن الإحصاءات الأخيرة تظهر أن 15.6% من أفراد الجيش النظامي من الإناث، وهو ضعف عدد النساء في صراع عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. تجنيد إلزامي للنساء. وسط التهديد الروسي المتزايد قرب الحدود الأوكرانية، وسعت وزارة الدفاع الأوكرانية قائمة التخصصات والمهن التي تنص على قبول النساء في التجنيد العسكري الإجباري. لنعد بالذاكرة إلى ديسمبر العام الماضي، حين أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن النساء بين 18 و60 عاماً لائقات للخدمة العسكرية. ينص القانون الجديد على أنه يمكن حشد النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاماً مجندات النظام، ويمكن لمن بين 20 و50 عاماً أن يصبحن ضابطات، مع وجود استثناءات للنساء ذوات الأطفال والطالبات المتفرغات. وفقاً لقانون الخدمة العسكرية، فإن المجندين هم أشخاص احتياطيون للتجنيد في القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى في زمن الحرب، وكذلك لأداء أعمال لضمان الدفاع عن الدولة في وقت السلم. فرض على أصحاب الشركات التأكد من أن النساء العاملات لديهم مسجلات في الجيش، والتحقق من أن لديهن وثائق تسجيل عسكرية، وفي حالة عدم الامتثال للأمر يواجه المخالفون غرامات مالية. أكثر من 31,000 امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أكثر من 4,000 برتبة ضابط، وتعمل 109 سيدات أوكرانيات قائدات فصيلة في الجيش الأوكراني، إضافة إلى 900 ضابطة في مناصب قيادية، مع 13,000 امرأة مقاتلة تجدهم على الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا. في انتظار بوتين. ما تستعد أوكرانيا لغزو محتمل من قبل 100,000 جندي روسي على حدودها مع الجار الطامح ورئيسه فلاديمير بوتين في محاولات لاستعادة مجد الاتحاد الذي تفكك قبل عقود. يتدفق الرجال والنساء على حد سواء إلى وحدات الاحتياط التابعة للجيش. يوجد في أوكرانيا 255,000 جندي في الخدمة الفعلية، مع 900,000 من جنود الاحتياط الذين من المتوقع أن يلعبوا دورا رئيسيا في حالة اندلاع المواجهة العسكرية مع روسيا. على الجانب الآخر، لدى روسيا أكثر من 1,000,000 فرد في الخدمة الفعلية، مع 378,000 من أفراد الاحتياط و 250,000 من القوات شبه العسكرية. تقدم موسكو ميزانية ضخمة لدعم قواتها المسلحة. فقد ذكر تقرير للكونغرس الأمريكي قبل عامين أن النفقات العسكرية للبلاد تراوحت بين 60 مليار دولار و 65 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 4% من ناتجها المحلي الإجمالي. في النهاية، كان حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية قد أذكى المخاوف من حدوث غزو. وفي الوقت الذي ستتجه فيه الدبابات الروسية نحو كييف، لن تكون مارتا يوسكيف مع أطفالها مثل كثير من الأوكرانيات. لا أريد أن أكون ضحية، لا أريد أن أعيش تحت الاحتلال، ولن أغادر. لذلك خياري هو القتال من أجل أرضي وعائلتي وبلدي.